فنيا وفي إطار مهرجان فنون الأهجار أبلسات هنان، أحيت مطربة تيندي بادي لالا والفنان بن بينو من النيجر حفلا بتمن راست أمتع فيه الجمهور بوصلات ترقية. هشام أكلي. بادي لالا صوت تيندي الأهجار استطاعت بأغانية أن تكسب جمهورا كبيرا بالصحراء لتفرض نفسها في الأغنية الترقية. قدمت باقة من الأغاني بطابع التندي فأحيت تراث المنطقة بصوتها المنفرد. حاجة انت عصالة وحاجة روعة، حاجة زينة يعني، حاجة زهتنا وزينة مليح، حاجة اللي تزين جمهور قاعدنا زين ما ولا طمرس هنا يذني. النيجر كانت حاضرة أمس بركح تمنراست بفنانها أمرا الملقب بامبينو، أمتع الجمهور بوصلة ترقية معبرة عن الحب الصداقة والشرف. ناس قال اليوم الغشي قال وزوالي أنا غير عجبتني المهرجان كان العام هذي حاجة تانية. الموعد إذن كان للأصالة والتواصل مع الماضي بأغاني من عمق تراث جنوبنا الكبير، الوسيط فيها التندي رمز الثقافة التوارق.